kalkıp bulana. ولك أرهان، يا ترى أنت شو رح تساوي لما تفيق؟ ألو جوكان، أرهان بالعناية المشددة. أنا هلأ رح أبعت لك اسم المشفى اللي هو موجود فيه، بتخبرني فورا حتى إذا رف بعيونه، فهمت علي؟ تمام، رح أبعته فورا. بس تفتح عيونك يا أرهان، أنا رح سكر لك ياهو للأبد. الأغبياء بيخلوا الإنسان دائما يصير قاتل غصبا عنه. لكو يا أولاد، بكفي هيك، ساويتوا اللي بيطلع بإيدكن، ما بيصير تضلوا هون. بعدين هذا مخفر، إذا قالوا لكم ممنوع تفوتوا فمستحيل يخلوكن تفوتوا وتشوفوا أخوكن شو ما صار يعني. أي طيب مرت عمي، بركي صار شي، يعني بركي اكتشفوا إنه ارتكبوا غلط وأطلقوا سراحه بالليل ونحنا ما كنا هون. لا بنتي مستحيل هالشي، حتى إذا رح يطلقوا سراحه وما بيساووا بالليل، يمكن بكرة الصبح يعني. يلي عم بتقولوا مرت عمكن مزبوط، لو كنا رح نستفيد إذا بقينا هون لكنت ضليت طول الوقت وما تحركت ليطلع قدير، بس ما بعتقد يتركوا هاي الليلة. يلا إذا أنتوا ما عم تفكروا بحالكم فكروا بهالطفلة، ليكوا رح تموت من النعاس وعمكن كمان بيكون رح يموت من القلق بالبيت. قوموا خلينا ناكل شي على الأقل، بترتاحوا بتناموا وكلياتنا الصبح منجي لهون سوا. مرت عمي معها حق آسيا، لازم نروح من شان أمل، بكرة الصبح منفيق بكير ومنجي. إيه؟ اسمع عمر، أنا متأكد إنه في سوء تفاهم، أنتم بتعرفوا لقدير مستحيل يأذي حتى نملة، وإن شاء الله بكرة بيكشفوا الحقيقة وبيتركوه بحاله. بركي ما اكتشفوها، بركي ما لقوا ولا دليل على براءة أخي وضل محبوس. لا آسيا لا تقولي هيك، قدير بريء ورح نساوي كل يلي بيطلع بإيدنا لنثبت براءته، وإذا لزم الأمر منوكل محامي منخليه يطالعه. أنت لا تقلقي أبدا، يلا نمشي. طيب خلونا نروح. يلا عمار، يلا آسيا. شكرا لك مظلوم، تعي بنتي تعي امشي. استغفر الله استغفر الله، أنا اللي ما عم بقدر أفهم شو علاقة هداك الولد بأرهان. عم بيقولوا في سرقة كمان مو هيك؟ إيه هنن عم يقولوا محاولة قتل وسرقة. يا ربي ما عم بقدر استوعب شو عم يصير مع هالولاد اليتامى. شي طبيعي يا حبيبتي، لأن الولاد في عندهم مشكلة بالمصاري، يعني هنن بحاجة للمصاري، وطالما عم تقولوا إنه في تهمة سرقة. لا ما في شي من اللي عم بتفكر فيه يا بابا، لأنه قدير مستعد يموت من الجوع ويأكل حجار، بس مستحيل يفكر يسرق أي حدا. انتبه على كلامك لو سمحت. بالله شو، اسمعي يا بنت انت انتبهي على كلامك. يا خانم أبوك اللي موجود قدامك، فهمتي؟ نحن عم نحكي بكل هدوء، بس أصحك تتجاوزي حدودك وتخليني عصب، فهمتي؟ عاكف لو سمحت اهدى، ومين لسا عصابة الفانة كمان؟ برأيي سكروا هالموضوع ولا عاد تفتحوا أبداً، ما عاد في داعي نعكر مزاجنا أكتر، تمام؟ رجاءً. بس يا نبهات أنت بتعرفي في سبب بيخليني ما أحبه لهالولد أبداً، مفكريني رح أفرح لأنه فات على الحبس يعني؟ معقولة ما في بقلبي رحمة؟ ولا مفكرين أنه أنا حدا سيء لهالدرجة؟ أمي معها حق، لو سمحتوا أنا ما عاد بدي أحكي بهالموضوع، ويكون بعلمكن أنا مآمنة أنه قدير مستحيل يساوي هيك شي بنوب، وأساساً كل شي رح ينكشف في المحكمة بكرة. أنا متأكدة. تصبحوا على خير. تصبحي على خير بنتي. إيه بكرة منشوف إن شاء الله خير. طيب عمر، أنتوا ليش ما خبرتوني أول ما عرفتوا بهذا الشيء واستنيتوا لبعدين؟ شو بيعرفني أخي؟ خلاص يا أولاد لا بقى تفكروا بهالموضوع أكتر، إن شاء الله كل شيء رح ينكشف بكرة وأخوكم بيرجع بالسلامة، وأنا مرت عمكم متأكدة من هالشيء. إن شاء الله يكون مثل ما عم تقولي. هذا شو عم يساوي هون؟ شو خير إن شاء الله سيد حلمي؟ شو عم تساوي بحديقة بيتي؟ هاي مو حديقة بيتك يا خانم، هالمكان ملكي أنا. أي بعرف ما خرفت لسه. هلأ يلا حكيلي شو عم تعمل هون؟